فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل: رجل جعل مهر زوجته هو الحج، وإلى الآن لم يتيسر هذا الأمر بسبب القرعة وقد طلقها، فماذا عليه؟ نعم، رجل قد جعل المهر لزوجته هو الحج، وإلى الآن لم يتيسر هذا الأمر بسبب القرعة وقد طلقها الآن، فما الواجب عليه؟ إما أن تسمح عنه، وإما أن يترافع إلى الحاكم وينظر في قضيتهم. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.